لا تخلون جائحة الكورونا عائق أينما كنتم، تعالوا افحصوا، كشف المبكر للعلاج المبكر. نحن متواجدين خلال هذا الشهر لتوعية الجمهور كيفية الفحص وإجراء الفحوصات مع إجراء ماموغرام وألتراساوند لجميع الفئات. إن هذا الشهر استثناء بوجود جائحة كورونا، الناس متخوفة تراجع المستشفيات أو العيادات، ولكن نطمنكم مع وجود إجراءات احترازية جميع العيادات والمستشفيات فاتح أبوابها للكشف. نذكركم للنساء، فحص الدوري يكون من اليوم السابع للدورة إلى اليوم العاشر بإمرار راحة الأصابع دور مدار الصدر للكشف عن وجود أي ندبة، أي كتلة، أي كيس، تغيير في لون الجلد، حكة، إفرازات. لازم نرجع للطبيب. وللرجال كذلك تخصيص يوم معين للفحص الثديين. اكتشاف المرض كل ما كان بدري العلاج يكون أسهل وسريع.